من الحرب ده صح؟ انتوا مين قمتوا لقيتوا الطيران ده بدوك عنده كم سنة؟ كتير صح؟ بدوك وين؟ ما بدوك في ناسكم انتوا؟ ما بدوك في اهلكم؟ دبابات تقتل فيكم؟ اغتصاب ما فيكم؟ ما في السودان؟ واللي استجد شنو تاني؟ تمشي. طيب شندي دي ولا عطبرة ولا بور السودان؟ الفوق مين؟ الله خلق فات قرى فوق مدرسة ولا تعالج فيها منو؟ ها؟ هسه كان في فوق دول قالوا لي وصف لنا الولاية الشمالية بيعرفوا؟ الولاية الشمالية دي جوا السودان ولا برا؟ ليه نحن ممنوعين منها؟ ليه ممنوعين نحن من نهر النيل؟ ليه ممنوعين من بور السودان؟ هسه كان مشيت ليش شكلك ده مشيت تحفر دهب ساكت الشمالية وخلوك؟ ما بعرف ها؟ عندكم اخوانكم مسكوهم وقتلوهم وصفوهم هناك صح؟ عشان هم من ابناء دارفور ولا ما كده؟ طيب نحن يا شباب ما عندنا معقول فاهمين كلامي ده؟ مين محلكم ده؟ انا طميل اليومين ثلاثة سمعت اخوانكم سرقوا تعلم بعض الجنب سلمان صح؟ هسه ما والله لا تسلمكم لفكي جبرين ولا لمين؟ خلي اسركم واهلكم لان انتم ابنائنا ابناء وطن بيجمعنا معاكم الوطن، بيجمعنا معاكم الدين الارض، بيجمعنا معاكم المشروع الوطني الواحد.